المخرج اللبناني احمد المنجد، اهلا وسهلا فيك عبر ميوزك نيشن. اهلا فيكم واهلا بميوزك نيشن. لا شك انه كل اللي بيعرفوا احمد بيعرفوك اليوم بعالم الكليبات وتصوير الكليبات، وبدات يمكن مسيرتك باخراج الكليبات من فتره اقل من سنه تقريبا، فكيف تعرف عن حالك بدايه كمخرج بعالم الفيديو كليب؟ بعرف حالي اكيد بالصوره الحلوه، هذه اول شغله، بالتعامل مع الناس، مع الفنانين. الفنان بالاخر كلاينت عنا بالمكتب او غير المكتب، بشكل الفنان بستوري بورد لما نقدمها لكل اي فنان اللي كانت بنت او شاب هيك يعني، وبالاخر على التيفي عم يطلع اعمالنا وبتتعرف العالم شو احمد المنجد، بتاخذ طابع عنه شو. اكيد لا شك انه بدات مسيرتك يمكن كاكزيكتيف بروديوسر، واشتغلت عدد كتير كبير من الكليبات مع اسماء كتير لامعه بعالم الاغنيه اللبنانيه والعربيه قبل ما تنتقل لتبدا مسيرتك كمخرج فعلي، فخبرنا كيف كانت او قد ايه الفتره اللي اشتغلت فيها كاكزيكتيف بروديوسر. الفترة كانت طويلة جدا، هي كانت شي حوالي 7 سنين كنت برودكشن مانجر، جات صرت اكزيكتيف. كانت فترة حلوة، كانت فترة فيها تعب، تعرفنا على عالم كتير، على فنانين، على مخرجين، اشتغلت مع عدد فنانين برا وبلبنان، عدد اعمال للفنان الكبير اكيد عاصي الحلان، بوجه لهم تحية، لأساس صابر، لكتير ناس، بروجرامات اشتغلنا للام بي سي كمان بوجه لهم تحية، اكيد كانت كتير مهمة. فاشتغلنا وكان في اخذنا خبرة منها اكيد جدا كبيرة اللي وصلتنا لهون اكيد. 8 كليبات 8 اشهر فينا نقول، وكليبات خاصة فيك لنجوم شباب اذا بدنا نقول. خلينا نرجع لاول كليب يمكن بدأت فيه، كان اول تعاون لك مع نجم الشاب روني فتوش، وكررت الاعمال، كررت المسرحة مثل ما بيقولوا، وكررت الاعمال 8 اعمال حتى اليوم، فعرفنا شوي عن اعمالك بالمجمل وكل النجوم اللي تعاملت معهم. نعم اكيد بوجه له تحية لروني فتوش لانه حط الثقة فيك اول كليب، لو انا بروديوسر وصار لي قديم وقطع علي كتير كليبات. بوجه له تحية اكيد، فنان كانت غنيته حلوة وعملنا عمل حلو، ومن ورا الاعمال الحلوة اجوا اللي بعد. كمان بوجه تحية لجاد خليفي، هو تاني كليب تاعي حبيبي، كمان بوجه لكم بوجه لهم تحية، صورت لهم وحطوا الثقة فيه، وكان كل كليب يطلع حلو اكيد يحب كفنان ويجي يصور، وعملنا طابع حلو الحمد لله على التلفزيونات. اكيد روني فتوش، جاد خليفة، بعدها أيضا كان لك تعاون بأغنية مع ستيفاني فقيه، غير لي عمري، ريم الشريف، الفنان لبنان، حسنة مطر، تمارا، وختاما كليب عماد حاوي لأغنية أنت ما خلي. عماد حاوي أكيد كلهم بوجه لهم تحية، أكيد حبيباتي وأخواتي. عماد حاوي كنت غنية كتير قديمة وكنا بنتذكرها بال 2002، رجع عملها إعادة توزيع، يمكن ألحان طريق أبو جودي، ف يعني كان هو صار له فتره ما مبين، وقال لي كثير شدينا على الموضوع انه يطلع كليب حلو وبده ينزل يرجع بدعم قوي كثير، لانه عماد اختفى لفتره. فهلا اللي هو صار له اسبوع على التلفزيونات على روتانا، كان موجه له تحيه والميلودي وكل هالمحطات المهمه، اخذ صدى كثير قوي صراحه، انه اوكي كليبات اخذ صدى، بس هذا الكليب كثير اخذ صدى قوي، يعني حبوا العالم، وعماد اكيد كثير مبسوط، اكيد بوجه له تحيه اكيد. لا شك أحمد رح يكون في أعمال جديدة، في تفاوض مع أسماء كمان جديدة بتعاون معها لأول مرة كمخرج، رح تكون كمخرج أيضا بالإضافة للكليبات اللي سبق وأخرجتها. مين النجوم اللي عم تفاوض معهم حاليا؟ إن شاء الله في كمان عمل، ما زلنا نهينا بعماد ككليبات قديمة، عماد عنده غنية بعدنا محتارين أي واحدة إن شاء الله بدها تتنفذ، شاب لبنان أكيد بدنا ننفذ له كمان أغنية تانية. عنا عمل ان شاء الله ديو لستيفاني فقيه وهادي اسود، كاكيد مجر تحيه لهادي، صار زمان ما شفناه، اكيد سوبر ستار. عمله كان يعني هو مثل برودوست باي عقل فقيه الديزاينر، اكيد كمان بدي وجه له تحيه، هذا خيي وصديق لي كثير، يعني رح ينتج العمل فينا نقول المصمم الازياء عقل فقيه من خلال تصاميمه اكيد اللي تستعرض في خلال بالكليب. مزبوط جورج، هيك حيكون اكثر شيء، حيكون عمل ضخم جدا كتياب وكتفاصيل هيك اكيد كلها، وفي بعد حدا في يعني نجم كمان بيناتهم، نجم شوي مع يعني نجم معروف، ان شاء الله يا رب يمشي الحال، وانتم اول ناس اكيد تعرفوا. يعني اليوم انت احمد موجود فينا نقول بعالم اخراج الكليبات، لا شك انه في اسماء كتير كبيره ايضا اثبتت جدارتها على ساحه اخراج الفيديو كليب، واذا بدنا نسميهم كتار يعني سواء مخرجين لبنانيين او عرب. اليوم مين بيلفتك اكثر فينا نقول من ناحيه الاخراج، اخراج الفيديو كليبات، وبتلاقيه بتلاقي نفسك انه ممكن توصل بيوم من الايام لتصير يمكن مثله او بتحتز فيه ايضا؟ بوجه تحيه للكل اكيد. لا 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 في اكيد 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 بحب اكيد
مخرجي اكيد ليلى كنعان، بحب رندا عالم اكيد، نادين لبكي اكيد، سعيد المروق اكيد، في كثير، بالعكس في كثير عم يطلع فيه، ولكن انتبه يعني اكيد سعيد عادل يعني خي وصديق خي كثير، يعني اول كل كليباتي معه، يعني اذا انا عندي 280 كليب هن على الضبط كبروديوسر اكزكتيف بروديوسر، هن ال 150 معه لعادل، خي وصديق اكيد عنده كثير اشياء حلوه عادل، ومبروك على فيلمه جديد، بس كل مخرج كمان بيطلع عنده كليب حلو وكليب شوي منيح، يعني مش الكل اكيد. طب احمد خطواتك المقبله قلنا فاذا كليبات مقبله، اضافه لاخراج الكليبات شو عندك شيء ايضا مشاريع اخرى؟ ان شاء الله يعني كيف بدي اقولها، نخلص بهول ان شاء الله، يعني بس يقطع اكيد لفيلم، كلنا نطمح لفيلم، الفيلم بده يكون فيه كتير بادجت، سبونسر كتير قوي، يا بتعمل فيلم ويحبوه اكيد، بوجرد حين دين لبك كل العالم حبت فيلمها، يعني يا نعمل فيلم هيك يا خلينا هلا كليبات، واكيد الكليبات هي عباره عن فيلم قصير يعني ما معروف، وبالاخر عم نصور سينما نحن، فان شاء الله ان شاء الله يا رب اكيد بتطمح اكيد. ختاما كلمة لميوزيك نيشن منبرنا اكيد، ويمكن هذا اول لقاء كمان مباشر من خلال ميوزيك نيشن، هذه اهم شيء عن جد، اهم من كل اللي حكيناه. خالد بدي وجه له تحية كتير، لخالد اخا حبيبي وصديقي كتير عن جد. ميوزيك نيشن يعني اول قبل ما اجي لهون قلت لهم اصحابي مثلا عم بحكي انه عندي اليوم انترفيو لايف مع ميوزيك نيشن، واو يعني انتبه، ويب سايت في عالم كتير ما بتفوت سايتات، وفي عالم جدا بتحب السايتات وبتفوت، يعني بتشوف جريده ما بتحب تشوف سايت او مجله، ميوزيك نيشن فات بالعالم اكثر، يعني انجبر العالم انها تفتح سايت وتشوف الميوزيك نيشن شو في جديد، شو عاملين ميركس دور، كيف اخذينه سيدو الفن كل شيء، فاكيد كمان بدهم يعطيهم العافيه انه عم بيتعب خالد، واكيد انتم كلكم وجورج والشباب كله اكيد.